السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ شيف احمد. رح نعمل اليوم وصفه خبز. رح نعمل الخبز بالحليب. اكيد هيدا الخبز بيصلح نعمل منه سندويشات. رح نعمله بحجم كبير، طبعا فينا ايضا نعمله بحجم صغير. هلا مشاهدينا تابعوا معي هيدي الوصفه. بداية بوعاء للعجانة عندي هون حليب فاتر فترته شوي على النار، خميرة جافة فورية، وعندي هون سكر. وصفة هينة كتير، اخلطهم شوي. هلا من بعد ما احرقهم بدي اضيف فوق الطحين، الملح، وعندي هون زيت نباتي او زيت ذرة. هلا بدي اعجن على العجانة. هلا العجينة صارت عندي جاهزة بعد 5 دقايق من العجن. شوفوا قديش طرية. اوكي، شوية طحين بالوعاء، نعملها بشكل مبروم شوي هذا الشكل. اوكي، هلا بدنا نغطيها وبدنا نتركها بحرارة الغرفة اللي تختبر عندي مدة 40 دقيقة. ملاحظة مهمة، الحليب الفاتر لازم استعمله فاتر، لأنه إذا استعملته بارد رح تختلف عندي وتطلع العجينة شوي جامدة، ولا احتاج ارجع احط لها شوية حليب أو مي. فلذلك التزموا بالطريقة والمقادير رح تنجح عندكم 100%. هلا مثل ما عم تشوفوا عندي هيدي العجينة اختمرت، صارت بهذا الشكل. هلا بدي اقسمها، اوكي، نعملها هيك شوي لأتأكد انه تقريبا نفس الحجم. اذا عندي ميزان بستعمل ميزان. اوكي، هلا بداية ما عم تشوفوا هيدي القطع عندي بهيدا الشكل، بدي انتبه لهي الخطوات. بدي اضغطها هيك وخليها مثل ما شايفين تعمل ترص عندي بهيدا الشكل. بس تصير عندي بهيدا الشكل عامل هيك بومبي، بدي كبسها شوي، وبدي ايضا تصير عندي بهيدا الشكل. من بعد ما تصير عندي هيك بدي احاول وسعها بالايدتين، بكبس عليها بنفس القوة بالايدتين وبفتح لبرا. اوكي هيك، وبفتح لبرا، هيك بفتح لبرا. هيدي الخطوات مهمة اعزائي المشاهدين، وبحاول ايضا خليها تكون مروسة شوي من هيدي الميلة. هلا بصينية بدهنها شوي بالزيت، وبدي حط هيدا خبز بهيدا الشكل، وبدي اعمل حساب انه العجين يكون بعيد عن بعضه لانه بده يرتفخ. هلا من بعد ما يجهزوا عندي بدي اعمل لهم شكل حلو بسكينه حاده جدا او بشفره مخصصه للخبز. اوكي، بهذا الشكل. اوكي، عندي بيضه هون، ضيف لها شويه حليب، بحركها جيدا، ندهن هذا الخبز بالبيض لياخذ لون حلو. الحليب بيمنع ظهور رائحة البيض، لازم ادهنه بهذا البيض ليطلع لونه كتير حلو. اذا دهنته بالزيت ما رح ياخذ عندي اللون الاحمرار الجميل مثل ما بدهنه بالبيض. اوكي، رح نترك هذا الخبز ليختمر عندي مدة 45 ل 50 دقيقة فقط، ومندخله على الفرن. هلا مثل ما عم تشوفوا عندي العجينه خمرت 50 دقيقة بحرارة الغرفة. هلا بدنا ندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس. الفرن من الأعلى والأسفل يكون داير، حطها بنص الفرن وبنتركها من 10 ل 12 دقيقة وبكون عندي الخبز جاهز. هذا الخبز صار عندي جاهز، رائحة شهية جدا، منظر ولا أروع من هيك، خبز رائع.
جميل جدا، شهي للساندويتش. بعده شوي سخن، نكهة رائعة جدا، خفيف جدا لساندويشات لأولادكم عن جد. كتير رائع هذا الخبز. ملاحظة مهمة انه نحمي الفرن 10 دقايق قبل ما نحط هذا الخبز بالفرن، رح يطلع عنا هيك وناجح جدا. تابعونا وما تنسوا الاشتراك على صورة اللي بدها تبين على الشاشة والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد، والى اللقاء الحلقة المقبلة من مطبخ الشيف احمد.